مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غدا بحول الله الأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما أو لمغشة جزئيا بالنسبة للمدن الساحلية بعد تلاشي ضباب خفيف سيميز صبيحة الغد السواحل الغربية. نشاط رعدي فيما يخص المرتفعات الداخلية سيمتد إلى شمال الصحراء منطقة الثورة، احتمال لتساقط بعض الأمطار المتفرقة. نفس الأجواء بأقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهجار والتاسيلي. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 22 إلى 28 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 31 بشمال الصحراء، 30 درجة بورقلة، 32 بأدرار وتندوف، 31 بإن صلح، 25 بتمن راس وجناتي، تقارب 32 درجة ببرج برج مختار إنقسام. ظهيرة الغد بحول الله دائما ستستمر موجة الحرارة، وعليه سيكون في ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة القصوى بشمال الوطن، لتقارب 42 درجة بالجزائر العاصمة، 43 بتيزي 41 درجة بقسنطينة الصيف، 40 درجة ببتنا، 44 درجة إذا ارتفاع محسوس بكل من غليزان شلف ومعسكر تلمسان إذا مع 44 درجة، 36 بوهران مستغانم، 35 بالبيض، 37 بالجلفة، لن تتعدى 43 درجة بشمال الصحراء، 45 درجة بورقلة، 46 بأدرار وتندوف، 44 درجة بإن صالح، برج برج مختار إنقسام. حالة البحر لنهار الغد إذا البحر سيبقى دائما هادئ، لكن هذا على السواحل الوسطى وحتى الغربية، سرعة الرياح لن تتعدى 30 كم في الساعة، البحر قليل الاضطراب حاليا على السواحل الشرقية، أين الرياح ستأتينا وفق تيارات شرقية شمالية شرقية، لكن غربية جنوبية غربية على السواحل الغربية والوسطى. الختام سيكون بالمعلومات الفردية لنهار الغد، شروق الشمس اللي خص الجزائر العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و4 دقائق. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.